مرحب فيكم من جديد وبكل اللي عم بيتابعونا عبر الام تي في وقناة النهار وقناة فوكس موفيز. كلكم ناطرين تكتشفوا تطور موهبة الراقصين بأول حلقة مباشرة، وسينتيا ناطرة ينفتح قدامها باب الفرج وتلاقي الشريك الرقص اللي معه فيها تحقق حلمها. هل رح تصدق أمنيتها؟ هلو، جاي اليوم اتعرف على البارتنر تبعي. حقوني؟ يس. صار لي ناطرة فترة كتير طويلة، كتير محمسة و at the same time كتير نيرفس لأعرف مين هو. أتوقع يا محمد مصري أو علي، لنشوف. نايم؟ جاي اخدك. اي ثينك لا مش انت؟ عم تسأل علي؟ فان؟ عن جد؟ نو؟ لا شو بك؟ يور ماي بارتنر؟ هيز ماي بارتنر؟ بارتنر فكرتك جيت تسألنا. لا كمان هون لا جرب. انت؟ قصة شاطرة جدا، ويعني رقصنا فعلا لاتين. ان شاء الله ان شاء الله نرقص كويس. مش بس لاتين، كل حاجة. ايه يس. يلا نرقص. احنا جينا على صالة التمرين. انا اعرف سامي قبل كده في البوت كامب. انا ما بعرفه. You will do today the jazz style. Okay. L'histoire de la chorégraphie est très joyeuse. C'est dans une ambiance très festive. Ils vont devoir danser avec légèreté. انا كراقص كلاسيك بالي كلاسيك، ممكن الجاز يكون قريب بالنسبه لي شويه. A little bit up. Clack. Boom. Yes. No. Bam. Boom. Here. Here. Yes. And then you turn. Le plus important pour moi cette semaine, c'est que Cynthia et Ali soient connectés et qu'ils soient aussi ensemble en termes de synchronisation. أنا أكتر شيء لازم أشتغل على الجاز مثل ما هو. اهم حاجه صورتنا انا وهي قدام الناس الجمهور، يبقى في روح بينا. لاول مره بحياتهم رح يرقصوا سينتيا سادوريان وعلي محمود للجاز على مسرح So You Think You Can Dance. يلا نرقص، منرحب فيهم بزافه كبيره. فيها صوتك بتكتب بكره بشروطك دي بشرة خير. Thank you.
سينتيا أسدويان وعلي محمود. واو سينتيا، الفانز كلهم معنا بالستوديو الليلة. يعطيكم العافية، إن شاء الله إن شاء الله هالأغنية يكون فيها بشرة خير وتسمعوا شيء على ذوقكم من لجنة التحكيم. لكن قبل كمان ما نبلش مع لجنة التحكيم بدي أشكر الكوريوغرافر سامي موهوبي، مصمم للجاز سامي، سيتي فانتاستيك، ميرسي بوكو. منبلش مع بيير ديلين. واو واو يا سينثيا وعلي، انا حبيت الميوزك. I also loved the bravura choreography for this music. You both have wonderful personalities and expressions and you danced beautifully. Well done. عم بيقول بيير انه كثير حب هالتصميم الرقصة العظيمة، طاقتكم كثير حلوة وكثير انعجب بأدائكم وبشخصياتكم. Beautiful personalities. Thank you بيير. أليسا كاراكلا. سينثيا وعلي، بلشتوا منيح. وقت تغيرت وسرعة الموسيقى حسيت صار في شوية ضياع. الرئيس لينجح لازم يكون هو والموسيقى واحد. علي كبرافادو تكنيك بهنيك قوي. سينثيا بديك تطولي حركتك وترخي كتافك، حسيتك شوي مشنجي، ما في لزوم، خدي نفس، وبعرف انه بتقدري تعطي اكثر من هيك بكثير. اليوم ما بهرتيني بس انا اكيد من قدرتك وناطرتك جمعة الجاي. ثانك يو اليسار. شارما كريس. سينثيا وعلي، جو فرح وغنية شعبية. أول ما بلش التراك، أول ما بلشت الكوريوغرافي الرقصة كان حب وغرام وكل شيء تمام. وقت طلعت الميوزك حسيت صارت الموسيقى بمحل شوي وأنتم بمحل، في محل ما كنتوا كثير سينكرو مع بعض، إيفن في محل حسيت طلعتوا شوي عن الموسيقى. بس أوفر أول التريكس تبعك علي كثير حلوة. سينثيا الإنرجي تبعك، الطاقة تبعك كمان كل الوقت حفظت عليها من أول ما بلشت الرقصة للآخر. رح انطر، حكون متشوق انه اشوفكم جمعة الجاي. برافو اثنيناتكم. ثانك يو شايل. اخيرا نالي كريم. احيي طبعا الفنان حسين الجسمي على الاغنيه بشرة خير، ويا رب بشرة خير تبقى عليكم كمان. كانت الصلاه كلها بتسقف لكم، كان في انرجي طالع منكم. علي كنت خفيف على المسرح ماشي مع رتم الاغنيه. سينثيا ابتديتي مظبوط، ويمكن زي ما قالت اليسار بعد كده شويه كنت حساكي خطوتك متاخره على المزيكا شويه. لكن في المجمل يا رب تبقى بشرة خير عليكم. يا رب. شكرا نالي. هذا كان راي لجنه التحكيم سينثيا وعلي. ما نشوف التويتس اللي وصلوا لكم على ات يلا نرقص تعليقا على ادائكم الليله. اول تويت من لارا علم: سينثيا is an amazing dancer. واو اليوم واو. عنوان الحلقه عم بيقول سينثيا هي راقصه رائعه. تاني تويت من ري صافي: This show is on fire. Amazing performance from Cynthia and Ali. لكن ولعان الليله بي سو يو ثينك يو كان دانس، واداء رائع من سينثيا وعلي. هولي انا الصور تعلقت بشعرك يا سينثيا، ما جاي بنحطهم على جنب. ثانك يو علي وسينثيا، جود لك. فيكن تتابعوا المشتركين واخبارهم على youtube.com/يلا نرقص وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي.